شوفوا أنا عادة من أريد أسجل فيديو وأحكي بي وياكم أظل أفكر أقول إنه أبدأ الفيديو هيجي لا أوكي خل أبدأ هيجي وبعدين أبدأ أصور وبعدين أمسح ورا. اليوم ما رح أسوي ذني كلهن. اليوم فتحت الكاميرا وبلشت أصور وما يهمني شنو الكلام اللي رح يطلع لأن أنا كلش فرحانة الفرحتكم. يعني أنا دائما أقول أنتوا راس المال وفعلا أنتوا راس المال. أنا جدا فرحانة اليوم بالفيدباك على الحلقة الأخيرة. أنتوا ما تتخيلون فرحتكم بهذا المسلسل إيش سوت فينا، خلتنا كلنا طايرين، نسينا التعب، نسينا الإرهاق اللي حسينا به والبرد والأذية، ونسينا الكادر اللي كنا عايشين به. المسلسل متعب وأخذ من عندنا كل شوية مشاعر، خاصة أنا يعني من جانب الأب ومن جانب الأمومة كلش أذاني. فاليوم من أشوف فرحتكم يعني هذا بالنسبة إلي خلاص أهم نجاح. أنا خلاص اليوم أعتبر نفسي حصدت ثمرة تعبي وألف الحمد لله. شايفين هذا اللي يقول ازرع تحصد، وفعلا زرعنا وحصدنا. أنا كلش سعيدة برسائلكم بملاحظاتكم بالفيدباك مالتكم على هذا العمل بتاقاتكم ومنشناتكم. صدقوا مدى ألحق، يعني أريد أشير كل شيء بس مدى ألحق، فاعذروني إذا ما شيرت لأحد ما. أعتبروها وصلت وأنا كلش أحبكم وشكرا لكم من كل قلبي، شكرا. طبعا أكثر سؤال سألته بهذا المسلسل أنه زينب هل هي بنتك الحقيقية أو لا؟ لأنه فعلا أكو شبه بيناتنا. لا، زينوبة مو بنتي الحقيقية. أنتوا تدرون أنه أنا أحافظ جدا على حياتي الشخصية وما طلعها برا، بس هذا اختيار المخرج الصح، جاب بنوتة فعلا تشبهني. بالنسبة لي أعتبر زينوبة هي بطلة المسلسل. هي ميلين، بنوتة خبلتنا، ما خلت شي ما سوت، لعبت بينا لعب. طبعا رح أنزل لكم كواليس، بس سوت شغل فعلا يجنن. حبيبتي تموت تموت، ما تتخيلون ايش قد حلو. الله يحفظها يا رب ويطول بعمرها ويبعد عنها كل شر ويبعد الشر عن كل أطفال العالم يا رب. فهذا أكثر سؤال سألته. لا زينوبة مو بنتي. أول ما مهند بدأ يحكي لي عن القصة ووصلنا للمرحلة اللي بيها كلمة شروقية، هنا صفنت شوية. بصراحة أنا صار وياي موقف جدا سخيف ب 2019. تدرون 2019 أنا جيت لهجتي العراقية جدا تعيسة، يعني كانت مضابطة وبيها هواي مشاكل وأكو هواي كلمات ما أعرف أقولها وأحرف ما تطلع أصلا، يعني ما أعرف أنطقها. فبالمسلسل كانت هواي أكو أشياء يعني مو صحيح نطقها، فجنت أنزل مقاطع. فمرة من المرات واحدة بنية بالتعليقات كتبت لي، قالت لي أنتي من وين؟ هاي لهجة غريبة ما نعرفها، هاي إحنا ما نحكي بهاي الطريقة، أنتي شروقية. صار كلام على العام بوقتها. قلت لها إيه وشنو يعني أتشرف؟ شنو يعني وإذا شروقية أتشرف؟ لا أنتوا معدان. أنتوا قلت لها هم أتشرف، إحنا معدان وإحنا شروقية وأتشرف. معني أنا بوقتها ما كنت أعرف ما معنى هاي الكلمة، بعدين فسروا لي فحزت بنفسي. من مهند كتب هذا المشهد كنت كلش متحمسة لو ده أنتظرها ثانية والحمد لله طلع واحد من أجمل المشاهد اللي موجودة بالمسلسل. والنعم منكم، والنعم منكم ومن وقفاتكم ومن كل شيء يخصكم ومن لهجتكم اللي أنا كلش أحبها. أنا جدا سعيدة بهذا المشهد صراحة، ويمكن من البارحة لليوم عدت 20 مرة، يعني أجي الحلقة أقدم بس على مود أوصل هذا المشهد أشوفه وأرجع. أنا كلش ممنونة منكم لأن من البارحة لليوم رسائلكم مكسرة الدنيا عندي والله العظيم. فأني أحبكم وشكرا لحماسكم لهذا المشهد. شكرا. عندي شكر خاص للفرقة اللي نفذت الاقتحام، كانوا جديات طبعا، ضحكوا علي ضحك لحد ما شبعوا على الطريقة اللي لازم بيها السلاح، على الطريقة اللي واقفة بيها ورا الدنجة، لا ضحكوا علي لحد ما شبعوا. بس ما تتخيلون ايش قد محترفين وايش قد مرتبين وايش قد راقيين جوي، وسووا الخطه مال الاقتحام وسووا ترتيب مال المكان، يعني سووا شغل يجنن. انا فعليا يعني دائما كل شيء نصوره يكون بقوات امنيه على عين وعلى راس صراحه. تعاملهم اسلوبهم شغلهم محترفين، يدخلون ينفذون شغلهم ويطلعون، ما تسمع صوتهم ما تحس بوجودهم، يعني جننون جديات. أنا كلش أشكرهم، ما أعرف
إذا رح يشوفوني أو لا، يوصلهم صوتي أو لا، بس عن كلش أشكره.